يعطيك العافية استاذ عابد. اهلا وسهلا فيكم، واكيد بلد واحد. تتعرض للخيانة استاذ عابد بهيدا المسلسل، هي خطيئة بالمعنى الاصح. اليوم مين هو الديو او الثنائي الاقوى، عابد وسيرين او عابد ونادين او عابد وسلافة؟ هي يعني كانت شريكتي لدخول اكيد موضوع اسعدك، بس حسيت عم تنافس نفسك. انا بتمنى يكون العام القادم يكون عمل واحد، بس ما عم تزبط. انا عندي اقتراح، بما انه عم تشتاق للعائله، ما فكرت شي مره تجيب زوجتك يلي هي وجه اكثر من رائع، تجيبها على التمثيل مثلا؟ والله جربت مره، حاولت. ايه ذا جالا شو مع وليد فريجي وران سبدي الخميس 5 المساء، والاعاده وحده بعد نص ليل للمغتربين على راديو البلد. ما رح اقدر اضيف اي شيء، انتو كفيتوا وفيتوا.